السلام عليكم. معكم نادر مدني. النهاردة في محاولة لعلاج بعض الأمراض المجتمعية في موضوع أعتقد مهم كتير من شبابنا وبناتنا، اللي هو عنوانه أبعادية الحماية. ليه سبب الاسم ده؟ هتعرف من خلال الفيديو دي. فاصل ونعم. في مصر؟ إني أقيم في مصر وعائلتي تقيم في الأرياف. عندك أملاك؟ أي نعم، نملك دارا ودوارا ودوارة ودردارة. مش فاهمة يعني إيه؟ دارا نسكنها، ودوارا لبهائمنا، ودوارة أي ساقية تروي أرضنا، ودردارة أي طاحونة يديرها أخي في قريتنا. واضح؟ آه واضح. عند حضرتك أتيان أملاك يعني؟ اتكلم تفضل. كيف أتكلم وصاحبة السؤال مشغولة عني؟ اتفضل اتفضل، أنا سامعك. لا تتفق مرآة ومرآي، فالمرآة أنانية لا يرى الإنسان فيها إلا نفسه، فإذا أطال النظر إليها شغل بها، والحديث مشاركة، ومن آدابه الإصغاء وحسن الاستماع. أنا متأسفة، كنت بقول لسيادتك عندك أملاك أطيان يعني. وأنتم ماذا تمتلكون؟ عائلتنا كبيرة قوي، حسب ونسب و فقط؟ هو حضرتك من اللي بيدوروا على أملاك المرأة؟ مطلقا، عندي ما يكفيني وزيادة، ولكني أعتقد أن الجمال والحسب لا يكفيان، فالمرأة عندي علم وثقافة. يعني حضرتك عايز امرأة عاملة؟ المرأة لا تتعلم لتعمل فقط، بل لتكون زوجة متعلمة، أما متعلمة، ربة بيت متعلمة. لا، أعفني من شرب الشاي، أريد فنجانا من القهوة. من علي يا أستاذ. لا، من يد الآنسة كريمة. اشمعنى يعني مزكية موجودة؟ فنجان القهوة ينبئ عن شخصية صاحبة البيت ومدى رسوخ قدمها في بيتها، ولم يكن أبي رحمه الله يتذوق القهوة إلا من يد أمي. اضحك على إيه؟ فكرني في حالتي يوم ما جاي يخطبني، قال ايه امتحاني في الرز. وهل نجحتي يا مدام حنفي؟ وي ياك مسيه، فالفلفله حلت رز وحياتك، لهطها كلها، بصيت لقيته صاحب المأذون وجري ورايا كل حته قد ما تقفلنا. يا حلاوة، ست كريمة دخلت المطبخ. هي الآنسة كريمة لا تدخل المطبخ؟ لا، يعني ايوه. ومن الذي يطبخ اذا؟ انا وهي برضو يا استاذ، بس دخلت على ايدين حضرتك. سيدة بيت ولا تدخل المطبخ؟ عجبا ثم عجبا ثم العجب العجب. شكرا. ما هذا؟ قهوة. لا أظن. ذق. متهيألي ده عدس. ذوقي. ما طعمها؟ أنا متأسفة أوي، عندي زكام مش بستطعم النهاردة، هعمل لحضرتك فنجان قهوة حالا. أشكرك يا أستاذة هدى، لكنني مرتبط بموعد هام. السلام عليكم. مش موافق. ايه؟ بيقول عاوز ست بيت مش مرايه. بعد ما شفنا الفيديو مع بعض عندنا سؤالين مهمين قوي هنحاول نجاوب عليهم. ماذا يجذب الرجل المقبول؟ وهل المرأة فعلا هي ميزان
مزاج الرجل؟ ده سؤال. السؤال التاني، ماذا تطلب المرأة من الرجل؟ اللي جاب على السؤال الأول، الناس كتير تقول لك الذكاء، ناس أكتر تقول لك جمالها وشكلها، وبعض الناس اللي هم في موقع الراهب يقول لك روحها وشخصيتها، جمالها مش مهم، أهلها حسابها نسبها مش مهم. حديث مشهور جدا لكنها معظمنا ما بيعملش فيه، تنكح المرأة الأربع لجمالها وحسبها ونسبها، فاظفر بذات الدين تربة وجهك. تعال نشوف مجتمعنا بقى ترجم الحديث ده وترجم احتياجات الرجل لإيه. معظم الرجال هتبص تقول لك الشكل، الجمال، لازم تكون حلو. رغم البعض الاخر يقول لك لا، انا بعد فتره هحتاج الجمال ده، وبالتالي انبهار بيها هيقل، وبعد كده هتبقى انسان عادي وممكن ينجذب لمن اقل منها جمال. الذكاء في بلادنا العربيه مخروم. المراه الذكيه بالنسبه للرجل الشرقي او المصري مش مطلوبه لانها تايه. الرجل دايما بيحب الست تكون اقل منه ذكاء، لان اغلب الرجاله بيحبوا ان هم يتحكموا في المراه دي، فلو اضطر هي اكثر منه ذكاء هتتعب. وفي راي الانيس منصور بيقول ان المراه الجميله وجع للراس، والمراه القبيحه وجع للبطن. ده راي الانيس منصور، ورأيه أو معنى كلمة الجميلة وجع للراس، لأن المرأة الجميلة هتبقى بالنسبة للرجل ده دايما مفروض عليها غيرة، وهيفضل يفكر فيها طول الوقت هتتعبه. المرأة القبيحة هو مش هتقدر يبص لها أصلا لأنها برضه هتتعبه. طب يا ترى راحة بشخصيتها؟ في رأيي البسيط إن مراحل انجذاب الرجل للمرأة بتبدأ كالتالي. أول شيء هو شكلها، جمالها، يكون أقل حاجة مقبول بالنسبة له. مع حوار ومع عشرة هيبدأ يلمس شخصيته الروح، لو حسه بارتياح، وغالبا لو لقى فيها شيء من أم أو أخته أو واحدة ست في المحيط المجتمعي هيبدأ يرتاح. الجزئية الثانية أو الثالثة بقى فيها بعد بتيجي مع العشرة أو غيره. في رأيي إن المرأة الذكية والجميلة هي أكتر مرأة هتقدر تكسب قلب الرجل وعقله. ليه؟ لأن هي لو ذكية بعد إذن حضرتك بلاش تعرفيه إنك ذكية، مش كده؟ تحكي عليك. في غنوة لسميرة سعيد قديمة شوية كانت بتقول فيها: سلمت بإنك أقوى وأنا أضعف منك، أيوة، لكن أنا كل ما بضعف قدامك ببقى الأقوى. يعني أنا ضعفي في قوتي، وقوتي إن أظهر لك ضعف، وده قوة ذكاء المرأة. عشان كده أكتر نساء ناجحات في المجتمع هما الأكثر ذكاء، ولكن الأكثر قدرة على إخفاء ذكاء. فبعد إذنك بلاش تبينين انك ذكي. ادي اول حد. الجزء الثاني سريعا، ماذا تطلب المراه من الرجل؟ كل رجاله هينطقوا بصوت واحد: ماله. البنات دلوقتي في عصرنا ده عايز الشاب الجاهز كله من مجانينه، يعني شقه، عربيه، وظيفة محترمة، رصيد في بنك. من الآخر أنا مش عايز حد يتعب معايا، أنا عايز حد يريح. نيجي بعد كده بقى للمشاعر والحب وغيره. طب يا رب بقى يكون متيسر ماديا، يا سلام بقى يكون حنان وبيحبني. طبعا ده يبقى حلم كل بنت. شكله بقى بيجي ممكن يكون في المرتبة الثانية أو الثالثة. احمد عز ولا احمد سقا ولا احمد حلمي ولا احمد مكي، مش فارقه اني احمد في دول.
وبالنسبه للاربعه دول فيهم كل ما تطلبه المرأة، عذب بجماله ورشاقته، سقى برجولته وشقاوته، مكي بخفه دمه وحلمي بذكائه وروحه اللذيذه اللي تخلي اي واحد تقعد معاه وما تضايقش من الحوار. يا سلام بقى لو احنا حطينا الاربعه دول في خلاط وطلعنا المنتج ده، هيكون الشاب المثالي في حياه اي بنت مصريه او عربيه. لكن في الفيديو اللي فات لقينا ان الشاب اللي هو عبد المعين مدرس اللغه العربيه بما يحمله من ثقافه وعلم وما يحمله من ثروه ومال، وثروته مش بس في ماله لكن كان فيما في ثقافته وادبه، البنت اللي كانت قدام نجلاء فتحي الجميله اللي كانت بتبهر الجميع بجمالها لم تبهره لانها للاسف جهله مش بس علميا حتى اجتماعيا، ما لهاش في البيت، وبالتالي هي لا تصلح انها تكون لا زوجه ولا ام. عشان كده اي راجل انبهاره بيها هيكون انبهار لحظي. فانا بقول لكل بنت عايشه في ابعاديه الجمال، الابعاديه دي كان زمان، دلوقتي الراجل والست هما الاثنين بيبنوا حياتهم مع بعض في اطار متوازن من الجمال والثقافه والعلم. كان معاكم نادر نوتي، اتمنى الحلقه دي تغير من بعض مفاهيمنا وتعالج مشكله كبيره بنمر بيها في حياتنا خصوصا في مرحله الشباب. سبسكرايب وشير. باي.